الخوف عتمة والعتمة بتزول بالإيمان، حب الحياة والإصرار على النجاة حتى نشوف النور. النور هو سلاح المعركة، معركة مرض السرطان. لازم نخلي الأمل موجود، وبهمتنا وهمتكم معنا بصير في ناس كتير مثلي تقدر تحكي عن تجربتها وتقول أنا من الناجين، حديت المعركة ونشرت النور. دعمكم نجاتنا. لنبدأ بالبشير. تبرعوا لتأهيل قسم السرطان في مستشفى البشير لزيادة فرص النجاة بين المرضى.